نبدأ بأول موضوع، حيث تعرضت منذ عدة يعني أسابيع قليلة، تعرضت كنيسة السيدة العذراء والأنبا صموئيل بقرية أبيس الثورة بمحافظة البحيرة، تعرضت للاعتداء والرشق بالحجارة خلال يومين متتاليين أثناء عمليات صب الخرسانة للسقف الخاص بها، وفقا للقرار الصادر من المجلس المحلي بإحلال وتغيير السقف بعد تعرضه للتآكل والتلف. يرجع إنشاء هذه الكنيسة إلى نهاية السبعينيات، وهي مكونة من طابق واحد. هنشوف في الصور زي ما حضراتكم شايفين في هذه الصورة الكنيسة نفسها، يعني حتى يافطة في الخارج بتقول فيه أن هناك قرار ترميم رقم واحد لعام 2020، ويعني واضح للكل ولكل المارة وللجيران واللي في الشارع وكل من يعلم بوجود هذه الكنيسة، واضح أن هناك قرار بترميم هذه الكنيسة. ويعني لكن بالرغم من كده أنه وجود هذه الرخص والمستندات الرسمية للترميم، لكن للأسف لما حاولوا أن هم يصبوا خرسانة سقف الكنيسة تم الاعتداء على العمال، وتم الاعتداء على سيارات الأسمنت اللي كانت جاية علشان تقوم بوظيفتها وبدورها، وتم الاعتداء على الكنيسة وعلى أقباط حوالين الكنيسة. زي ما حضراتكم شايفين دي صور ومشاهد لهذا الاعتداء من بعض المارة والجيران. يعني أحد العاملين في عملية الترميم وشاهد عيان قال أن الأحداث بدأت في تمام الساعة 5 مساء، قام العشرات برشق الكنيسة بالطوب والحجارة مع ترديد عبارات مش عايزين كنيسة هنا، وذلك أثناء صب الخرسانة استمر هذا التراشق ساعات متواصلة. والمسؤولين عن الكنيسة قاموا بالاتصال بقوات الأمن التي حضرت إلى محيط الواقعة، والتي ألقت القبض على شخصين ثم تم إخلاء سبيلهم في تمام الساعة 2 صباح اليوم التالي. معنا في هذا الشأن الأستاذ نشأت أبو الخير، الكاتب الصحفي ومدير مكتب جريدة وطني بالإسكندرية. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا أستاذ هاني. أهلا بحضرتك، تحكي لنا إيه اللي حصل لو تكرمت. كل سنة وأنت طيب يا أستاذ هاني وأسرة القناة ومشاهدينا، كل سنة وأنت طيب. أهلا بحضرتك، تفضل. ربنا يخليك. بص يا أستاذ هاني، أنا بس إيه عايز انوه لحاجتين كده بسرعه قبل ما ادخل في موضوع هذه الكنيسه. ان كان يوحنا المعمدان كان صوت صارخ في البريه في القديم من اجل ان يعد طريق الرب، فنحن بكلمه حق صوت صارخ في البريه ضد الظلم والتعسف والتعصب. دي نقطه. النقطه الثانيه، أنا قمت بزيارة الكنيسة والمكان من أرض الواقع لأنقل صورة حقيقية للأحداث اللي حصلت من خلال الشعب خدام الكنيسة. ما بنجريش وراء تهويل ولا تهوين فيما ينشر على المواقع، وبل نحن ننقل الحقيقة تامة كاملة. كنيسة العذراء والأنبا صموئيل المعترف كنيسة صغيرة بتقع في منطقة ريفية تسمى أبيس الثورة، تبع وحدة محلية لقرية الأمراء بمركز كف الدوار. هي تابعة جغرافيا لمحافظة البحيرة، تابعة كنسيا لكنائس المنتزه بالأسكندرية. مساحتها تقريبا 230 متر، بتخدم سكان القرية و17 قرية مجاورة، يعني حوالي 400 أسرة بتقوم بخدمتهم. الكنيسة دي انشئت سنة 1974، ومنذ هذا التاريخ وحتى الآن تقام به الشعائر الدينية
ويتناوب على خدمتها عدد من الآباء الكهنة حتى الآن. لما صدر قانون تقنين الكنائس تقدمت الكنيسة بملف كامل للجنة توفيق أوضاع الكنائس، وكده اتخذت الإجراء القانوني وتنتظر دورها في الموافقة على التقنين. ايه مشكلة الكنيسة؟ الكنيسة اللي عمرها يقترب من 50 عاما مغطاة بسقف سقف صاج، عوامل التعرية والجو والشتاء، طبعا الصاج اتآكل بفعل الزمن وبفعل عوامل الطقس. قاموا بعدة محاولات عشان يحصلوا من الوحدة المحلية على تصريح ان هو يتشال السقف الصاج ويتحط مكانه، يتسد مكانه سقف خرسان، سقف خرسان. كل المحاولات بقت بالفشل، ولكن بعد جهود مضنية قدروا يحصلوا على قرار ترخيص بالترميم من الوحدة المحلية اللي تابعة لها الكنيسة، يحمل رقم 1 لسنة 2020. رغم ان هم حصلوا على قرار الترخيص بالترميم ده، لكن طوال المدة من سنة 20 لسنة 22 على مدى 3 سنوات ما لم يتمكنوا من تغيير السقف. المهم من الاحداث اللي حصلت من يوم 24/12 كان يوم سبت، ويوم 25/12 يوم حد، من تاريخ الاحداث دي قبلها باسبوعين بدأوا على مرأى من الجميع على اساس ان هم قدموا ملف بالتقنين وحاصلين على ترخيص بالتقنين، فدهارا نهارا بيشتغلوا في النور، مش في الضلمه ولا في الليل ولا كده، دهارا نهارا بدأوا من اسبوعين من تاريخ 24/12 يشيلوا الصاج، سقف الصاج. سقف الصاج ده طبعا سقف كبير فما يتشالش حته واحده، قعدوا يقطعوه ويشيلوه. وبعد كده جابوا الخشب ودشنوه في الشارع علني، وجابوا الحديد ودشنوه، وبعد كده اتعملت الشده الخشبيه والتغطيه بسبب بشبك الحديد. بقى الخطوه الاخيره وهي صب الخرسانه المسلحه. اول ما دخلت اول كل ده ومفيش حاجه حصلت. لما بدأوا يصبوا تخش أول عربية محملة بالخرسانة المسلحة، فجأة بعشرات من سكان القرية يهاجمون الكنيسة ويقذفونها بالحجارة وبالطوب وترديد الهتافات والألفاظ البذيئة وما إلى ذلك، واعتدوا بالطوب والحجارة برضه على منازل المسيحيين المحيطين بالكنيسة، وكان هناك اتوبيس تبع الكنيسه برضه تعرض للقصف بالحجاره، كسرت النوافذ والزجاج والصاج بتاع الاتوبيس، كانت في ارض ملك لشخص اسمه ميخائيل حرقوها له. الامن حاول يتصدى ليهم وطلب تعزيزات امنيه، التعزيزات الامنيه وصلت وسيطرت على الموقف. يوم الامن طلبوا من الكنيسه وقف استكمال صب السقف عشان الامور تبقى هاديه لغايه لما الامور تهدى، مع وعد ان هم اليوم الثاني يكملوا صب السقف. طبعا شباب الكنيسه صاروا غضبوا، وازاي توقفهم والعربيات جايه محمله بالاسمنت وسبتونا لما شلنا الصاج وعملنا الخشب وعملنا وبينا عند الصبه تقولوا لنا وقفهم. المهم جم يوم الحد دخلت عربيتين من الاسمنت في حراسه الشرطه وبرضه عملوا الصب. المهم في الوقت ده برضه الامن تصدى للمتظاهرين والمتجمهرين من المتشددين والمتعصبين. جه رئيس المركز، رئيس مركز كفر الدوار، وكانوا في الوقت ده اللي هو يوم الحد صبهم حوالي 70 متر اسمنت للسقف،
يعني حوالي تلت السقف صب والتلتين ما تصبش. جه رئيس مركز المدينه بتاع كفر الدوار وقال لهم وقفوا، مش هيتم استكمال صب السقف، والا لو ما نفذتوش الاوامر ساقوم بهدم الكنيسه. واخد بال حضرتك؟ طيب هي حضرتك ذكرت، نعم حضرتك ذكرت ان الاوراق سليمه والكنيسه معاها ترخيص للترميم، حتى الكنيسه تفضلت مشكوره وكتبتها على يافطه خارج المبنى علشان تبقى أيوة واضحه للجميع. تمام تمام حضرتك، في في ملف في تقليد الكنائس وفي ترخيص، لو انت حضرتك عايز بيانات الترخيص انا عندي ممكن اقول هذا. واخد بالك؟ في ترخيص بنوع الترخيص معالجه تخصصيه للشروخ بالحوائط مع تدعيم السقف. واسم المكان كنيسه الام العذراء والانبا صومائيل، وعنوانها قريه ابيس الثوره مركز وحده محليه بالامراء كفر مركز كفر الدوار. دي في رخصه رسميه بذلك، وهم معلقوا الرخصه على الكنيسه. رئيس الحي قال كده، قال لهم طب احنا دلوقتي تلت السقف اتصب والتلتين ما اتصبش، ازاي في الشتاء والنوات والهواء والمطر اللي نازل هنقضوا نصلوا ازاي؟ قال لهم غطوه بمشمع، قال لهم غطوه ازاي بمشمع؟ قال له هو كده مش هيتعمل، الله اللي اتعمل التلت والباقي هيتقعد ايوه ايوه. انت دلوقتي انا عايز افهم، سبتوني سبتوني اشيل الطوال اسبوعين، اشيل الصاج كله واقطعه قطع قطع عشان يسهل يتسهل عليا ازالته، وبعدين اجيب الخشب اشونه واجيب الحديد اشونه واعمل الشده الخشبيه للسقف واعمل شده الشبك للسقف، سبتني. واول ما جيت اعمل المرحله الاخيره اللي هي صب الخرسانه، الخرسانه تروح واقف لي تمنعني، اصبحت وضع الكنيسه معلق. لا هو مغطى بالصاج القديم زي ما كان، ولا هو مغطى بكامل الصبه الخرسانيه بناء على قرار السيد رئيس مجلس كفر الدوار. أي تمام؟ تمام. طيب هنا التدمر بدا يوم 24/12/2022 بالحجارة والطوب، وجه الأمن يتصدى ليهم وطلب قوات تعزيز وما إلى ذلك، وبعدين اتأجلت زي ما قلنا ليوم ليوم الحد على أساس يكملوا، خلوا عربيتين بس هم اللي دخلوا في حراسة الشرطة. ولما جه رئيس مجلس المدينة أوقف استكمال صب بيت السقف، فكانت هناك ست عربيات تحمل خرسانة مسلحة لاستخدام السقف رجعت وباظت، لأن ده قرار رئيس مجلس المدينة التساؤل. طيب اللي هو قال لهم ان هم يرجعوا، ما رضوش يدخلوه، بقى يرجعوا الست عربيات رجعوا. يعني هم يوم السبت دخلت عربيه يا دوبك صبت وهدت الدنيا بالمظاهرات. لما جه الامن تعزز وقوات امن جات طلب الامن تعزيز لقوات الامن، وجات قوات الامن وعلى اساس الاستكمال صب السقف دخلت العربيه الثانيه والثالثه، والثانيه والثالثه في حراسه الامن. طبعا المتظاهرين عايزين اضطروا يطلقوا عليهم مدفع اسمه مدفع ميه عشان يفرقوهم، وجه رئيس المركز ووقف. فطبعا الست عربيات المحملين بالاسمنت دول رجعوهم وما استكملوش عمليه الصب، وبالفعل بقى خسائر ست عربيات اسمنت حوالي تكلفتها 100,000 جنيه. اثنين من الخلاطات اتضربوا بالطوب والحجاره حصل فيهم عطل، عايزين صيانه الكنيسه تدفع ثمنها. الاتوبيس اللي اتكسر الازاز والصاج بتاعه عايز يتصلح. الارض الزراعيه الحق كل دي خسائر. ايوه طيب بالله جاهم يصمم
يوم الجمعة 30 ديسمبر. تخيل المنظر حضرتك، تلت السقف مصلوب والتلتين خشب والشتاء نازل والمطر نازل، ونازل من خلال شدة الخشب على المصلين، كيف يصلوا كيف يحتفظوا؟ أيوة اللي هي اللي هي كما هي موضحة في الصور، كما هي موضحة في الصور هنحطها على الشاشة الآن. بالظبط. اتفضل. بالظبط. صور 30 قداس الأحداث 24 و25، بعديها يوم الجمعة 30 قداس، بعديها يوم 31 السبت رأس السنة، يوم ليلة عيد الميلاد المجيد 6 يناير وصباح العيد. أيوة. كل ده والمنظر. طيب دلوقتي يقول لك كلهم غطوا من بتاع ب ب ب ب ب غطى مشمع. كلام ايه ده؟ ده كلام مسؤول، ده كلام شخص مسؤول، ده كلام شخص خايف على السلام الاجتماعي، ده كلام خايف على وحده الشعب، ده كلام ناس عايزه تصلي وناس هتعمل ايه؟ وبعدين لا هم لا هو الصلاه القديم قاعد ولا صب الصبه كامله، كيف يكون المنظر والصلاه والكاهن والشمامسه والشعب وستات واطفال ورجال وشيوخ وما الى ذلك جوه الكنيسه؟ وبعدين لو نزلت الميه والشتاء مش ممكن يكهرب الاسلاك على الاسلاك تتكهرب؟ مش ممكن تحصل حريق؟ ما عندوش بعد نظر، ما عندوش بعد نظر. هل هذه هي الهديه اللي بيقدمها حضرته وبيقدمها سكان القريه من الرعاع اخوانهم المسيحيين في عيدهم؟ ما هذا؟ ما هذا؟ ما هذا؟ وبعدين هل اتقبض على المعتدين؟ هل اتقبض عليهم؟ هل حكمهم؟ هل تحولوا للنيابه؟ ام ماذا؟ ام ماذا؟ ام كفوا ومشوا؟ هو كان كان من الواضح، كان من الواضح انه الخمسين من الصبية دول او من اللي قاموا الشباب بهذا الاعتداء، كان واضح يعني ان في حد محرضهم. بعدين انا عايز افهم، يقول لك اللي قاموا انت عملت لهم، انت سبت لهم تكافئهم؟ عملت لهم ايه؟ وبعدين هل هم خدوا حطوا نفسهم مجال القانون يقولوا يتعمل ولا ما يتعملش، ويتم رضوخ لهم ويتأجل اليوم الثاني يوم الحد، ويوم الحد دوق عربيتين دخلوا جايين ست العربيات ما دخلوش؟ ما هذا الذي يحصل؟ وبعدين انا راجع الكنيسه ليها ما يقرب من نصف قرن، من 50 سنه، من سنه 74 ويتوالى عليها كهنه يخدمونها حتى الان، ومقدمه التقليم وعامله الرخصه، وانت عارفين الرخصه طالعه من عندك مكتوبه كده، رخصه بناء وفقا للقانون رقم 119 لسنه 2008 ولائحه التنفيذيه برقم 144 لسنه 2009، رقم الترخيص 1 لسنه 2020 بناء على قرار لجنه المنشات رقم 114 لسنه 2019 بتاريخ 12/1/2020، ده ترخيص بتاع عمومي للترميم. صاحب الترخيص كنيسه العذراء والانبا صومائيل المعترف بحديث الثوره، عنوانها حديث الثوره 3/4 الوحده المحليه لقريه الامراء مركز كفر الدوار. نوع الترخيص معالجه تخصصيه للشروخ والحوائط وتدعيم السقف، تصريح بالانشاء والتعليق، كل ده بتاع. طب انت سبتني، سبتني اشيل الصان، وسبتني اجيب خشب، وسبتني نهارا جهارا شايفني، يعني دي تعتبر موافقه ضمنيه، موافقه ضمنيه من الناس، موافقه ضمنيه من الامن، موافقه ضمنيه لانك انت سبتني طوال اسبوعين انا بشيل صان واقطعه، ما ينفعش اشيل حته واحده، واجيب خشب اشونه، واجيب حديد اشونه، وبعدين اعمل الشده الخشبيه، وبعدين اعمل الشده شبك الحديد، وبعدين دخلت اول عربيه وصدت، وبعد كده لما اجي عند المرحله الاخيره اقف واتعرض للاهانه والقذف والانحداره والطوب والشتيمه واتوقف. ما هذا؟ ما هذا؟ ما هذا؟ فعايز اقول لحضرتك يعني رئيس المركز، هل انت مش خايف على السلام الاجتماعي؟ هل انت مش خايف على ما يتوقع على ذلك؟ طب فين محافظ البحيره؟ ما تدخلش ليه في الدكتوره نهال بلبع اللي هي نائبه المحافظ
كانت يجب ان تتفضل لرئيس المركز. ايه اللي بتعمله؟ انت اللي بتعمله ده ناس بتصلي، مش ناس فاتحه كافيه ولا قهوه. انت ايه اللي بتعمله؟ ما دخلتش او قائمه بعمل محافظ البحيره، كان تدخل وزير التنميه المحليه اللواء هشام امنه اللي كان قبل كده محافظ البحيره، وحاليا هو وزير التنميه المحليه اللي بيشرف وبينسق وبيرأس المحافظات. ما دخلش ده ولا ده، كان يجب ان يتدخل رئيس الوزراء بصفته رئيس لجنه تقنين اوضاع الكنائس ورئيس وزراء مصر الدكتور مصطفى مدبولي، لكن ما يسيبوش واحد للاسف يشغل منصب زي ده ويقول لهم ما تكملوش، مش هيبقى وسيبها كده متعلقه عامله زي اللي في غص السلم من اللي فوق شافوها ولا اللي تحت شافوها. ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيحصل للتاريخ ده؟ ما قبضتوش على المعتدين اللي ارادوا ان يختصموا سلطه القانون. ما هذا؟ ما ذنب هؤلاء المسيحيين البسطاء من سكان القريه ان يتم التنكيل بهم وبكنيستهم؟ هم لم يقوموا شيء غير الصلاه والعباده في مكان للعباده موجود من 49 سنه. هي كنيسه العذراء، قريه بسيطه وشعبها بسيط، والاب قريه كنيسه العذراء والاب صموئيل بيعملوا ايه؟ بيصلوا من اجل البلاد ومن اجل العباد ومن اجل الرؤساء ومن اجل الذنب ومن اجل الزرع ومن اجل النيل ومن اجل كل شيء ما هو منصب ليقضوا ايام هادئه مطمئنه. هل هو ده مكافئتهم؟ هل هو ده مكافئتهم تخليهم في العراء والميه والشتاء والهواء ينزل عليهم اسر اسر اسر؟ ما هذا الذي يحدث؟ للاسف للاسف كم من المبكيات، كم من المبشقات المبكيات في بلادي، كم من الغرائب والعجائب في أوطاني. تصرفات غريبة، تصرفات غريبة، وإلى الآن ما زال الوضع زي ما هو. أيوه طيب، معنى كده إنه الوضع على ما هو عليه حتى الآن. حتى الآن زي ما أنا بكلم حضرتك دلوقتي، أيوه 10 إبريل 2023 الوضع على ما هو عليه. أيوه السقف مصفوف، التلتين مش مصفوفين على الشنة الخشبة، وتنزل الهواء وينزل المطر وينزل على الأسلاك. أنت مش خايف أيها المسؤول؟ لا سمح الله إن نزول المية ينزل على أسلاك ممكن يعريها، ممكن يعمل كهرباء، تبقى مصيبة. في ناس يبقوا ضحايا تحت الحريق. انت ما عندكش بعد نظر فرنسا مركز ازاي؟ انت مسؤول ازاي؟ يعني انت لو واحد طلب يعمل كافيه ولا قهوه تديهم ترخيص ثوره، واحد عايز يصلي تقول له لا؟ ايه؟ ليه؟ وفين المسؤولين اللي عليك؟ ورؤساء فين؟ يجب عزله فورا. يجب عزله فورا. ولو عنده الجراء يخش ويقول انا ما قلتش او ما عملتش. أو يؤكد إن هو عمل كده. أيوه ده صحيح، حضرتك ذكرت. أنا لا أشبه نفسي بيوحنا المعمدان، ولكن مع الفارق نحن بنطلب كلمة حق. مسيحيتنا مسيحية المحبة والتسامح، نعم، والصلاة والدعاء من أجل الشعب والقضاء زي ما قلت، ولكن يجب أن يكون لنا صوت صارخ في برية الظلم والتعسف والتعصب ضد هؤلاء الرعاع اللي هاجموا الأمناء البسطاء جيرانهم في القرية، وضد هذا المسؤول الذي للأسف للأسف لا أعرف لماذا يتصرف هذا التصرف. أيوه بحضرتك تحب تضيف أي شيء آخر؟ أنا اللي عايز أضيفه إن إحنا منتظرين الكنيسة كده وضعها مش مظبوط، ودي أسر زي ما قلت لحضرتك 400 أسرة، اضرب في 400 أسرة كل أسرة كام فرد؟ واخد بالك؟ بتخدم القرية أبيس الثورة اللي هي تبع القرية تبع أبيس الرابعة. وحدة محلية قرية الأمراء مركز جفر الدوار محافظة البحيرة الجغرافية وتنفيذيا تبع قطاع كنائس المنتزه بالاسكندرية. دي أسر
وأسر بسيطة عايزين يعبدوا ربنا وعايزين يصلوا في مكان آمن، مش واحدة معاها أطفال، ناس شيوخ كبار في السن وسيدات وأسرة، لا منهم يصلوا ولا منهم الشتاء والمطر والهواء نازل عليهم من فوق، يعني منظر مش ممكن، مش حضاري. الناس دي على فكرة الناس دي بتشيل الدولة، بتشيل لينا، بتشيل الدولة، بتشيل، هي تصرفاتها دي بتشيل. لكن أنا إن لم تنصفهم عدالة الأرض سوف تنصفهم عدالة السماء. وأختتم كلمتي، الرب في العلا أخضر، إن رأيت ظلم الفقير ونزع الحق والعدل في البلاد فلا ترتع من الأمر، لأن فوق العالي عاليا يلاحظ والأعلى فوقهما. شكر جدا. نناشد المسؤولين على كافة المستويات موضوع كنيسة أبيس الثورة، السقف يخلص ويتصب وتبتدي هذه المشكلة. تفانى من المبسطات المبكيات في أوطاني، تفانى من العجائب والغرائب في بلادي بهذه التصرفات العبثية. متشكر جدا لحضرتك الأستاذ نشأت أبو الخير، الكاتب الصحفي ومدير مكتب جريدة وطني بمحافظة الإسكندرية. زي ما حضراتكم شفتوا ما حدث وسمعتوا بالضبط ما حدث، ومن يوم 24 و25 ديسمبر الماضي مر على أقباط هذه القرية وأقباط هذه الكنيسة فترة الأعياد. هكذا صلوا ليلة رأس السنة وهكذا صلوا ليلة العيد. بينما كانت الرئاسة في زيارة خاصة إلى الكاتدرائية الجديدة في العاصمة الإدارية الجديدة بمناسبة قداس عيد الميلاد المجيد، لكن في نفس الوقت كانوا أقباط هذه القرية زي ما حضراتكم شايفين بيصلوا في هذا الوضع. المشكلة إنه في بعض المسؤولين الصغار هم اللي بيفسدوا ما تحاول الدولة أن تحققه. للأسف زي ما حضراتكم شايفين ده واقع، وده اللي حصل من يوم 24 و25 ديسمبر الماضي، وده الوضع القائم الآن في كنيسة السيدة العذراء والأنبا صموئيل بقرية أبيس الثورة التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة. هنشوف وهنتابع مع حضراتكم ومع الأستاذ نشأت أبو الخير ومع أقباط هذه القرية تطورات هذا الموضوع، ونعرضه في الحلقات القادمة كلما جد جديد.